المرأة مهمشة تتمارس عليها العنف، ما عندهاش بزاف ديال الحقوق، وباقا تتعاني من بزاف ديال المشاكل اللي خاص المغرب ينهض ويخدم عليهم باش ان هاد الظلم وهاد والمساواة تستفد منها حتى المرأة اللي تتعيش في القرى. المرأة المغربية في 2016 حققت جميع الأمنيات ديالها كاملة. المرأة ولات في البوليسية، المرأة كتسوق طوبيس، المرأة كتسوق ترامواي، المرأة كتسوق تاكسي، كتخدم في الطائرات، هي موظفة في الطيارة، ممكن يعني أنا شفتها حققت جميع الأمنيات ديالها كاملة حققتهم. المغرب حتى المكانة عالية فيما يخص حقوق المرأة بالنسبة مقارنة مع دول المغرب العربي بحال الجزائر وتونس. كنلاحظوا أن المرأة ولات كتداول المهن بحال الرجل، بحال شرطية كتسوق الدراجة نارية، يمكن لها تلقي القبض على مجرم رجل، يعني هذه راه أكثر من المساواة. المرأة المغربية زعما خدامة وقريبة توصل النيت، إن شاء الله تقاد بحالها بحال الرجال. كاين واحد التغيير في حقوق المرأة وفي حقوق المرأة كنلاحظوه، ماشي تغيير كبير مي بون زعما مشجع، يقدر يجيب لينا عطانا امل ان تقدر تكون محسن ان شاء الله. في الرباط زعما على ما كيبان ليا اون كرو كاين واحد شويه ديال الانسجام بيناتهم، الا وان في المناطق اللي اكوتي ما كاين ديما المراه مهمشه، حقوقها ما معترفينش بهم، كلمتها ديما طايحه الارض. في نظري في 2016 المراه حققت بزاف ديال المكتسبات من ناحيه الحقوق ديالها، بحال مثلا حق اعطاء الجنسيه للولد اللي عنده ام مغربيه، وهذا الحق ما معطيش لكاع الدول، وزعما هادشي بكونا كنفتخروا به بكونا مغاربه. ما تقدرش توصل بحال الراجل شي نهار، ولكن خاص تكون واحد العدل ما بيناتهم، يعني ان هادشي مازال ما تحققش وخاصو يتحقق، وباش يقدر يتحقق خاص المجتمع كله يكون واعي بهاد القضيه. اي فريمون خاص زعما رجال كنساء يكونوا واعيين بهاد القضيه ويحاولوا يطوروا الامور.